تحياتي للجميع ويعطيكم ألف عافية. ما يحدث في جبل صبيح في بيته، أنا بعتقد له جذور تاريخية ورغبة لدى الاحتلال في الانتقام من بيته. يعني القضية بقدر ما هي رغبة في توسع استيطاني، لكن هذا الاحتلال ما بينسى، وإله مع بيته ثائر قديم يعود لسنة 88. أنا خليني أعود شوي بالذاكرة، ذاكرة الطفولة، لأنه أول مرة سمعت فيها بهذه القرية كانت بال88. كنت طفل في العاشرة تقريبا في الأردن، في السلط، السلط اللي هي التوأم الأردني لنابلس بالجغرافيا وحتى في عدد جزء كبير من تركيبة السكان. اللي حصل في بيته في 88 كانت الانتفاضة مشتعلة، وحصل مناوشات حادة، مناوشات عنيفة بين أهل القرية ومستوطنين، فنتج عنها استشهاد شاب أو اثنين فيما أظن. ادعى الاحتلال أنه أثناء رشق الحجارة على باص توفي الطفلة، وكانوا يجيبوا منظر مؤثر كثير لسيدة وهي بتبكي بكاء يعني بيحرق القلب زي ما بيقولوها. كانت لقطة مؤثرة أجاد الاحتلال في اختيارها، ويعني نتيجة لذلك بدهم يشنوا حملة انتقامية لردع هذه الأفعال الإرهابية كما ادعوا. فبدأت في بيته يعني خلينا نقول محاولة لتأديب باقي فلسطين، بروفة تأديبية، لأنه ربما بيته كانوا بيعتبروها صغيرة يمكن قطعها عن محيطها إلى آخره. بدأوا بمجزرة البيوت، وكانت أول مجزرة بيوت في يعني جماعية في الضفة الغربية في الانتفاضة. أعتقد أنه 17 بيت أو 20 بيت تم هدمها بالكامل، وتضرر عدد كبير من الأبنية. كانت مجزرة بيوت، وبتعرفوا البيت عند الفلسطيني، البيت عند الفلسطيني أنه يبني بيت، هذه مش سهلة، مش مسألة سهلة. تخيلوا الإجرام عند هذا الاحتلال، مش بس أنه بيهدم بيت، أنه ممكن يجبر الفلسطيني يهد بإيده كمان. فهم بيعرفوا النقاط اللي بتعز علينا أو كيف ممكن توجع الفلسطيني، فارتكبوا مجزرة البيوت. وما زبط، ما طفت الشعلة في بيته في ذلك الوقت، وكان هذا مثار استغراب. كانت وكالات الأنباء كلها من مونتي كارلو، كنا بتعرفوا يعني الإعلام محدود، التلفزيون الأردني، التلفزيون السوري، مونتي كارلو، والقناة الإسرائيلية الأولى، هذا اللي كان مصادر الأخبار عند الناس في الأردن يعني. فبيته ظلت صامدة، وكانت إذاعة القدس التابعة لأحمد جبرين اللي هو القيادة العامة بتبث أولا بأول. كان مثار الاستغراب إنه هذا الكم من البطولة في بيته إنها صمدت، وأيضا نقل الحاكم العسكري، هذا خبر أنا متذكره، إنه نقلوا مقر القيادة الحاكمية العسكرية من نابلس إلى بيته، خلص لازم يخلصوا الموضوع. ومن بيته وفي بيته تم لأول مرة تطبيق قانون تكسير العظام. كانوا اللي يمسكوا الجيش الإسرائيلي فعلا تكسير عظام يعني، والعظم يخلوا فيه. وكلما صمدت بيته كانت الضفة تشتعل أكثر. أنا أدعي بما أملك من معلومات تاريخية بسيطة إنه كانت بيته تحدي كبير أمام الاحتلال، إنه لازم نطفي هذول الناس، إذا ما طفيناهم وفعلا ما انطفوا. عشان هيك يمكن القول ببساطة إنه بيته كانت محطة مفصلية في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ولربما لو لم تصمد بيته لانعطفت الانتفاضة في اتجاهات أخرى، لكن صمود بيته خلى الانتفاضة تشتعل يعني ولا تتوقف. الإسرائيلي مش ناسي هذه الضربة لبيته، واليوم عم بيستهدفها بمخطط استيطاني، واليوم أهل بيته عم بيطوروا حتى أساليبهم، شفنا الإرباك الليلي، مسيرة المشاعل إلى آخره. الحقيقة إنه يا جماعة الخير، إذا بملك الواحد إنه يخاطب الإخوة الأعزاء في بيته، أولاً أنتوا أهل الخبرة وأهل المكان وما بدكم أحد يعلمكم، لكن أولاً لا تسمحوا لأحد أن يلتف على الموضوع أو أن يخدر أو. ثانياً
اجمعوا وادرسوا الحالات الاستيطانية ولماذا فشلت المقاومة في مناطق أخرى. يعني ادرسوا شو الوضع اللي في الخليل صار، ليش فشلت في عدة بؤر، ليش فشلت في بيت لحم، ليش فشلت هون، ليش فشلت هون. ادرسوها لأنه أنتوا المستهدفين، أنتوا كأهل بيته، أنتوا المستهدفين. هلأ أنه الإسرائيلي يتراجع، ممكن يتراجع وقتيا لحظيا لتفتيركوا لتخديركوا أو للسماح بتمرير مخطط من وراءكوا إلى آخره، لكن المخطط قائم بهدف الانتقام، نعم، ولكن هناك مخطط استيطاني يستهدف الضفة الغربية. لا تصدقوا أنه الاستيطان في الضفة الغربية يا أهل بيته ويا أهل فلسطين كلها. هذا الاستيطان ليس طمعا، يعني مش قصة تحصيل مكاسب زائدة، هذا جزء مهم من الأيديولوجيا الصهيونية التي قامت عليها دولتهم. لأنه أولا الرواية التوراتية اللي قائمت عليها دولة إسرائيل تعتبر أنه الوطن التاريخي لليهود مش يافا وحيفا ومناطق الساحل، هذه أوكي تم الاستيلاء عليها، بركة، يعني زيادة الخير خير، هيك عقلهم بينظر. لكن الوطن التاريخي هو القدس، نابلس، الخليل، بيت لحم بالدرجة الأولى، هذه المناطق الأربعة. لذلك مخططات الاستيطان والتهويد لن تتوقف بدون هذه المناطق اللي بتعطي القدسية الدينية للهوية الإسرائيلية. ما فيش اسمه دولة إسرائيل، هذا لكل واحد بياكل من العليقة الأوروبية والأمريكية وبيحلم بحل الدولتين، لازم يفهم أنه بخدع شعبه. اثنين، موضوع الاستيطان حاجة استراتيجية إسرائيلية في العشر سنوات الأخيرة، هو في العشرين الأخيرة، لكن في آخر عشر سنوات أخذوا فيه قرار. ليش؟ هم بيعرفوا إنه في ضربات راح تيجي، وبيعرفوا إنه في خواصر رخوة، وبيعرفوا إنه في مناطق ستدمر، وبيعرفوا إنه المقاومة عم بتتطور، وبيعرفوا إنهم راح يخسروا مباني، وراح تتحول نوع من يعني الهجرة، راح تصير هجرة إسرائيلية، يعني مش بس الفلسطيني اللي بده يرحل من أرضه، لا، في مستوطنات أماكن معينة بده يتم إخلاءها نتيجة للقصف والتدمير. وين المساكن البديلة؟ المساكن البديلة ستكون في الضفة الغربية. توقعوا في حرب إقليمية جاية أو في مواجهات عسكرية جاية أن إسرائيل تأكل ضربات صاروخية قوية جدا يتم فيها تدمير مستوطنات بأكملها، بديش أقول مدن، فيضطروا إلى إيجاد مساكن بديلة. وين المساكن البديلة هذه تكون؟ في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، منها تثبيت وجود جغرافي خدمة للرواية التوراتية، ومنها أيضا حلا لمشكلة أن هناك مناطق سيخسروها لأنها راح تتحول لمناطق عمليات حربية مستمرة. ولما الصهاينة عم ببنوا هذا البنى، حتى لو ما فيش سكان اليوم، هم بيعرفوا أنه ممكن يحتاجوه بكرة. لذلك هون لازم الإخوة في بيته وفي غير بيته يفهموا أنه المخطط قائم والمخطط ماشي، لكن يمكن إيقافه، نعم يمكن إيقافه، ما في شيء يعني مستحيل. اللي طرحوا شعارات المقاومة الشعبية يتفضلوا يحطوا رؤى واستراتيجيات ودعم، طبعا الدعم مش مشروط، يعني مش جميلة على أهل بيت إنه عشان جهة معينة تدعمهم إنهم يرفعوا رايتها أو يبيعوها سياسيا. هذا الدعم يجب أن يكون غير مشروط وغير تابع لأي إرادة سياسية أو رأي سياسي. المسيرة المزمع عقدها يوم الجمعة يجب أن لا تتوقف عند جمعة واحدة، ومن يستطيع شد الرحال فليشدها، اللي بده يتصور يتصور، اللي بدوش يتصور بلاش يتصور. بدناش كمان نضل إحنا نراقب في بعض على النقر، لأنه الموضوع إذا نجح في جبل صبيح الضفة الغربية كلها سيندلع فيها، أو يعني ستبدأ فيها مرحلة استيطانية غير مسبوقة وغير متوقعة. للأسف هذه المرحلة في بؤر معينة في الخليل نجحت وتمت بصمت. أثناء فترة كورونا تم تمرير الكثير من المخططات، وحكومتنا بسملتهية سكروا البلد وما تسكروش البلد، وما حدا فيهم جاب سيرة الطريق اللي بيفتحوها بين عصيون وقريات أربعة.
فقد يكون جزء من قدر بيتا أو أهل بيتا إنهم دائما بأسسوا لمقاومة حقيقية، مقاومة لا يكسر عظمها في محطات مفصلية مهمة. حدث هذا سنة 88، وأنا زي ما قلت لكم أتحدث بفخر عن تلك المرحلة رغم أني كنت طفل، لكن بتذكر كيف كانت الناس كلها تحكي في موضوع بيتا وصمود أهل بيتا، والكل خايف أنه بدأ الهدم البيوت خلاص راح ينطفوا، ما انطفوش، تكسير العظام ما انطفوش وظلوا مستمرين. بيتا اليوم بتأسس لمرحلة جديدة من المقاومة الشعبية الجادة، المقاومة الإرباك الليلي، مقاومة الشفتات. لكن بذكر كمان مرة يجب أخذ العبر لماذا فشلنا في محطات أخرى عشان ما نفشل في محطة بيتا، لأنه لو فشلنا راح نلاقي حالنا أمام مخطط ينتشر كالنار في الهشيم. بوركة السواعد يا أهل بيتا، ويعطيكم ألف عافية جميعاً.